والله يا القصة اللي جايبها لكم اليوم مش كثر غريبة. تذكرون قصة الهندي اللي سافر بدراجة أو قاري لغاية السويد علشان يروح حق حبيبته وتزوجها؟ تقريبا نفس هالنوع، بس اللي سواه صاحب هالقصة شيء وايد قوي. بس علشان أثبت لكم أن الريايل مو كلهم خاينين ولا كلهم ما ينوثق فيهم، ترى احنا وايد زينين، بس ما أدري ليش ما تصدقونا، أعطونا فرصة شوي. فأنا اليوم جاي أثبت لكم أن الريايل للحين بخير وأصابعنا مو سوى. ويلا الحين قبل أن نبتدي لنشرب قليلا من الماء المنعش. الحمد لله ونبلش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله العظيم اشتقت لكم، جبت لكم قصة كذي وايد حلوة. قصتنا اليوم من الهند. الهند بلد الغرايب والعجائب. الهند يا يسوون لك جريمة يخلون العالم كله تتكلم عنه، يا يعطونك قصة حب يخلونك ودك باكر تحب. لو ما عندك حبيب تتخيل ان عندك حبيب كذي، ودك يكون عندك حبيب. وأبسط مثال عندنا الضريح اللي يسمونه تاج محل، اللي قبل كم سنة اختاروه من ضمن عجائب الدنيا السبعة الجديدة. وحق الناس اللي ما تعرف شنو هو تاج محل، مو محل اللي بيع خام، اسمه تاج محل. أنت على طول سمعت محل عبالك محل تلفونات. أما هناك بالهند يسمونه ضريح. هذا بناء الإمبراطور المغولي شاه جهان تخليدا لذكرى زوجته. زوجته ماتت، بنى لها الضريح تخليدا لذكراها، وزوجته اسمها ممتاز محل. كل محلات عندهم. فيعني الخلاصة كان يحبها، ولما ماتت سوى لها هالمبنى، هذا هالمبنى الحلو اللي صار من ضمن عجائب الدنيا السبعة الجديدة. وتاج محل هذا قاموا الناس يقولوا من كل مكان بالعالم بسبة قصة الحب اللي صارت فيه، أو قصة الحب اللي انبنى بسبته. حلو الكلام؟ حلو الكلام. هالشي هذا تقريبا أغلب الناس يعرفونه. وقصتنا مو عن تاج محل، قصتنا عن تحفة معمارية ثانية ما يعرفونها أغلب الناس. هي مشابهة لتاج محل من حيث المعنى والمضمون، لكن مو بنفس الشكل. وهم سواها شخص كان يحب زوجته وايد يموت فيها. ولازم نحط ببالنا أن اللي بنى تاج محل هو ملك أو سلطان، لكن اللي بنتكلم عنه اليوم شخص وايد فقير، ما عنده خدم وحشم وإمكانيات كبيرة، ولا عنده عمال علشان يشتغلوا له ويبنون له شيء. لا هو اشتغل بنفسه. تدرون شلون؟ ما أبي أطول عليكم أكثر، أنا لو تهدوني بعد شوي أحرق القصة كلها أفلص. فيلا بسرعة تعالوا معاي خلينا نشوف الصار بقصتنا. قصتنا اليوم صارت بالستينات. وين صارت هالقصة؟ صارت بالهند، في إنسان بسيط اسمه داشرات مانجي. كان هالريال وايد فقير، ما عنده إلا كوخ متواضع بسيط وفاس قديم وأربع نعجات أو أربع صخور، ما عنده غير هالأشياء هذه، يعني كان وايد فقير. وهو طبعا فقير ماديا، لكنه كان إنسان وايد قنوع، يعني ما نقدر نقول عنه فقير، لأن اللي فعلا فقير هو اللي قارن نفسه بالناس ويشوف شنو عندهم وده يصير عنده نفسه، هذا الفقير. أما القنوع فعمرنا ما نقول عنه فقير، هذا أغنى الناس، هذا غني بالقناعة، شايف اللي بين إيده وراضي باللي ربنا عطاياه وشاري راحة باله بقلة المال. فصاحبنا داشرات هذا وايد قنوع، ما يشتكي ولا يتذمر، صدره دائما منشرح، دائما يبتسم حق الناس. وهالشي خلى زملاء أو جيرانه يستغربون منه، وهو كان يشتغل بمنجم فحم، فاللي حوالينا كانوا دائما يقولوا له انت شلون كذي، يعني ليش دائما مبتسم، انت واحد فقير، شو اللي خليك دائما مبتسم، انت اساسا اقل منا احنا، انت افقر منا احنا، انت حتى الطبقه اللي تنتمي لها طبقه المنبوذين، يعني باسفل السلم الطبقي الهندوسي، ومع هذا انت سعيد، شنو السر؟ مو السر هذا، لا السر اللي يعني داخله. لكن هالريال ما عنده اي سر، الموضوع وايد بسيط، كان عنده ثروه ما يمتلكها احد غيره، لا هي ذهب ولا الماس ولا فلوس. ثروته كانت زوجه صالحه، زوجه صالحه جميله وفيه وقنوعه وحريصه وايد على راحتها وراحه بيتها وزوجها وعيالها، فكانت هي مصدر سعادته، هي احلى شيء بحياته، وكانت تعتبر النور اللي كحل عيونه. ايش رايكم فيني؟ ما عرفتوني صح؟ يطلع مني ترى. لكن إذا جينا بنتكلم عن الحياة، فالحياة مرة وما في شيء يدوم فيها، دوام الحال من المحال، فكل شيء له نهاية وما دايم إلا وجهه سبحانه وتعالى. حتى سعادة صاحبنا داشرات على بساطتها أكيد لها نهاية. بيوم من الأيام داشرات كان رايح يشتغل بمنجم فحم موجود بأطراف مدينته، المدينة اللي هو عايش فيها، وهناك في جبال وتلال صخرية، المنطقة هناك وايد وعرة
وكانت زوجته دائما متعودة وقت اللي هو يروح الشغل تجيب له الأكل تجيب له الماي، كل يوم كل ما يصير حزة الغداء تودي له أكل وماي. وهي كانت رايحت له بالطريق وشايلة الأكل ازلقت ريولها بواحد من المنحدرات الصخرية وعلى طول طاحت تحت بهالمنحدر، والمسكينة إصابتها كانت وايد خطيرة، لا صج تعورت. فالناس اللي كانوا حوالينها شالوها ورجعوها البيت، ولما شاف داشرات إن زوجته مايت وما يابت للأكل حس إن في شيء، فخلص شغله على طول ورجع البيت مرة ثانية. وأول ما رجع البيت شاف زوجته بالفراش متعورة وكانت حالتها وايد سيئة، فقرر إنه ياخذها ويوديها المستشفى. البلدة اللي هو كان عايش فيها بلدة صغيرة اسمها قاهلور، وبينها وبين المدينة الكبيرة اللي يمها في جبل، جبل وايد كبير، والمستشفى بالمدينة الكبيرة، وعلشان يوصل المستشفى ما يقدر يدخل داخل الجبل، لازم يدور حوالين الجبل. ومثل ما قلت لكم الطريق هناك وعر، والطريق أساسا مسافته 70 كيلومتر، يعني وايد بعيد. علشان تلف اللفة هذه من وراء الجبل علشان توصل المدينة والمستشفى تخيل راح ياخذ منك 70 كيلومتر، وهم لأن الطريق وعر الإسعاف ما تقدر توصل له عندهم، فما قدر ينقل زوجته للمستشفى. وظلت المسكينة على هالحال لغاية ما توفى الثاني يوم. حب حياته اللي كانت مالية عليه الدنيا فجأة ماتت، والمشكلة مو قادر يسوي لها شيء، مو قادر يساعدها. فموت زوجته شكل له صدمة كبيرة وقلبت حياته فوق تحت، صار حزين، اعتكف بالبيت، انقطع عن الناس، وظل على هالحالة لمدة أشهر بالغصب يأكل ويشرب، وطول اليوم يبكي يبكي عليها. يعني الريال ما كان عنده غيرها، كانت هي مالية على حياته وايد يحبها. فجأة كذي راحت فتغيرت حياته وكره الدنيا باللي فيها. بيوم من الأيام كذي الصبح شافوا الناس داشرات طالع من البيت، هذا صاير لفترة مختفي. فجأة كذي شافوا طالع من البيت، لحيته طويلة، شعره معفس، وشايل فاسة على كتفه. وين رايح داشرات؟ داشرات رايح حق الجبل اللي يفصل بين المدينة والقرية. فالناس قالوا له تعال داشرات وين رايح انت؟ ايش عندك رايح صوب الجبل؟ فقال لهم انا رايح حق هالجبل ابي ألقن درس ما ينسى، لانه منعني اني اسعف زوجتي وهو السبب بموتها. فكل اللي كانوا يسألونه ويرد عليهم بهالجواب كانوا يقولون لا بالله الريال استخف، صار مينون، شايل الفاس رايح حق الجبل، يبي يكسر الجبل، هذا مو صاحي. هذا اكيد صدمة موت زوجته اثرت على عقله، استخف صار مينون. لكن اللي ما يعرفونه الناس ان داشرات ما كان مينون، داشرات كان عنده خطة. ممكن تكون خطته مينونة شوي، الخطة ايه المينونة مو هو، لكنها بالنهاية فكرة آمن فيها واشتغل على تنفيذها مهما صار. تدرون شنو كانت خطتها؟ الحين أنا أقول لكم، خطته كانت إنه يفتح طريق بنص الجبل علشان يربط هالطريق بين القرية والمدينة، لأن القرية كانت بعيدة وفقيرة، ما فيها مستشفيات، ما فيها مدارس، ما فيها مكاتب حكومية، فقال إنه ما يبي تواجه أي عائلة ثانية نفس المصير اللي هو واجهه، ولا يبي أطفال قريته يظلون بدون تعليم بسبة إنهم مو قادرين يوصلون حق المدارس، وهم ما يبي شباب هالقرية يظلون عاطلين على العمل، لأن المكاتب الحكومية بعيدة، فأغلبهم كانوا فلاحين أو عمال مناجم، قال أنا بفتح لهم الطريق علشان يقدرون يشتغلون هناك، لأن الطريق اللي خطط داشرات إنه يسويه وبوسط الجبل راح يختصر المسافة بين القرية والمدينة من 70 كيلومتر ل 15 كيلومتر، شايفين الفرق؟ فراح يسهل على الناس إنهم يوصلون المستشفيات، المدارس، المكاتب الحكومية، راح يسهل وايد عليهم. فهدف داشرات كان وايد حلو، وايد هدف نبيل، من نبيل؟ ما أدري من نبيل، المهم إنه هدف نبيل، هدف نبيل ولا هدف ميسي؟ خلاص فارس كمل، ذبحتنا قطات، دمك ثقيل. فهدف داشرات كان نبيل، نبيل شعيل، خلاص. لكن الناس كلهم قالوا إن الهدف هذا مستحيل، مستحيل إنك تسوي، الحكومة ما قدرت، أنت جاي تسوي؟ فقالوا عنا مينون. وقاموا يضحكون عليه ويتمسخرون عليه، قالوا له أنت أولا ضيف، شكلك يكسر الخاطر، وما عندك إلا هالفاس المصدي هذا، شلون بتفتح طريق بوسط الجبل؟ خبل أنت. لكن مع استهزاء أهل القرية فيه قال داشرات إني راح أفتح الطريق، يعني راح أفتح الطريق ما حد راح يوقفني. لا وكبر الموضوع بمخه بعد، راح وباع الأربع نعوج اللي عنده أو الأربع صخور، وشرى أزميل ومطرقة مع الفاس اللي عنده علشان يكسر فيهم الصخر. حلو الكلام؟ حلو الكلام. مرت الأيام والشهور والسنين وداشرات مواظب على شغله، كل ليلة يروح الجبل ويقعد يكسر فيه، تخيلوا جبل كبير ماسك هالأزميل ويكسر شغال، وبالنهار يروح مزارع الناس يشتغل عندهم علشان يطلع له شوية فلوس يشتري أكل حقه وحق عياله، يعني بالنهار يشتغل بالمزارع وبالليل مجابل الجبل.
وشوي شوي الجبل هذا صار فيه فتحة صغيرة، والفتحة الصغيرة هذه أكبرت وصارت حفرة، والحفرة هذه بدأت تكبر كل يوم أكثر من الثاني. الناس قاموا يشوفون هالشيء، ومن كانوا يتمسخرون عليه بدأوا ينبهرون باللي سواه، بدأوا يتعجبون. بالبداية قالوا ما يقدر، بعدين لا سوى فتحة صغيرة، لا الفتحة كبرت، لا صارت فتحة كبيرة، هذا ايش قاعد يسوي؟ هذا بلش يوصل حق اللي هو يبيه، فانبهروا باللي هو سواه، وصاروا بعض الناس يجيبون له أكل وشرب، وفي ناس بدأوا يساعدونه، يجيبون له مطرقة جديدة، أزميل جديد، فاس جديد، اللي يقدرون عليه. لغاية ما جاء يوم وتحول حلم داشرات المستحيل لحقيقة قدام الناس. نجح داشرات بأنه يفتح فتحة بوسط الجبل عمقها 8 أمتار وطولها 110 أمتار. الشيء اللي قالوا للناس مستحيل قدر يسويه، نجح بأنه يسويه، صدم الناس كلهم. انتوا تخيلوا ويكم واحد يقول لكم الجبل هذا انا راح افتح فتحة بنصه وبمطرقة وازميل، والله ايش كثر راح نضحك عليه. اول كلمة انا بقولها خبل انت مينون، شنو تفتح فتحة بجبل؟ لكن بالنهاية سوى هالشيء وقدر ينجزه. لكن حطوا ببالكم ان الموضوع هذا ما يب سهولة، الانجاز اللي سواه داشرات ما يب يوم وليلة، الموضوع خذ منه 22 سنة. 22 سنة شغل علشان يحقق اللي هو يبيه. ابتدى بالشغل بسنة 1960 وانتهى منه بسنة 1983. وبجذي هالريال اللي تمسخروا عليه وقالوا عنه مينون تحول لأسطورة، وصار أعجوبة من عجائب الهند، وصار مثال للتضحية بسبيل الصالح العام. إنسان يقضي من عمره 22 سنة علشان يساعد أهل قريته بأنهم يوصلون للمدينة يتعلمون ويشتغلون ويروحون المستشفيات. 22 سنة علشان يحقق لهم هالشيء، صار أسطورة بالنسبة لهم ومثال بالنسبة لهم. لكن بسنة 2007 داشرات هذا توفى، وعلى قولتهم رحل رجل الجبل، لأن كانوا يسمونه رجل الجبل. لكن الجبل لغاية اليوم موجود، ولغاية اليوم العالم كله يقول قصته. تخيلوا ريال مثل هذا ما كان عنده إلا قلب أبيض وإرادة قوية حول فيهم المستحيل لواقع. والله احنا كلنا نتمنى يكون عندنا شخص نفس داشرات، يضحون بنفسهم علشان الصالح العام، لكنهم فعلا عملة نادرة ما تحصلهم بأي مكان. أغلب الناس يتذمرون ويشتكون ويقولون وين حقوقنا، ويبون كل شيء جاهز، نفس أهالي القرية اللي مع داشرات كانوا خلوه يشتغل بروحه، حتى ما ساعده، يابوا له أزميل، يابوا له مطرقة علشان هو يكسر وهو يكمل الشغل كله. وينكم طول هالسنين؟ ليش ما تكاتفتوا كلكم وسويتوا هالشغلة؟ من قصة داشرات هذه نقدر نطلع وايد أشياء. أولاً نقدر نتكلم عن العمل التطوعي وش كثره هو مهم، وش كثره هو مهم ببناء أي دولة، لحد يستهين بالأعمال التطوعية. وهم نقدر نتكلم عن الإخلاص، وش كثر ريال محب لديرته، محب لأهل قريته، محب لزوجته، مخلص لهم، سوى كل هذا بدون أي مقابل. لكن اللي أنا بقوله بهالقصة إن أحياناً من كثر نعم رب العالمين علينا نعتبرهم أشياء عادية بحياتنا. أحياناً يكون عندنا نعم إحنا ما نحس فيها، إحنا نعتبرها أشياء دائمة، مثل الكهرباء، مثل الماء، مثل الأكل، مثل الملابس، مثل وايد أشياء لو بتكلم عنها ما راح أخلص، وأشياء وايد بسيطة. لكن إذا راحت راح نحس بقيمتها، ما نحس بقيمتها الحين لأنها هي أساساً موجودة ومتوفرة، الله أنعم فيها علينا. كل واحد فينا خلي يشوف حوالينا راح يلاقي في وايد أشياء وهو مو حاس بقيمتها، ومنها ناس حوالينا، ناس موجودين يوميا بحياتنا لكن احنا مو حاسين بقيمتهم. ناس كل ما صار فينا شيء نلاقيهم يمنا من غير ما احنا نطلب، وعبالنا هالناس هذيلا دايمين، وعبالنا انهم بيعيشون طول العمر، وعبالنا ان وجودهم شيء مفروض. لا لا، ترى وجودهم مو شيء مفروض، وجودهم نعمة من نعم رب العالمين علينا، الله انعم علينا بوجود هالناس بحياتنا. هذا لازم نشكر ربنا 1000 مرة على وجودهم، مثل الأم والأبو والإخوان، الزوجة، الأصدقاء. الحين أنا متأكد كل واحد فيكم طرب باله شخص، شخص عمره ما خيب ظنه، شخص يحس باللي داخله قبل لا هو أصلاً يحس فيه، شخص يحبه بدون أي شروط، شخص يحبه بدون أي حدود، شخص يعتبر السند والظهر. يا جماعة ترى هالناس صدقوني مو دايمين، ما فينا أحد دايم، فهذيلا خل ندير بالنا عليهم، هذيلا خل نبين لهم حبنا، هذيلا خل نشكرهم كل يوم، هذيلا خل نحمد ربنا مليون مرة على وجودهم بحياتنا، وإن الله لا يغير علينا. فاللي عنده شخص طرب باله وأنا قاعد أتكلم الحين، خلي يروح له، خلي يرفع عليه سماعة التلفون، قل له مشكور على وجودك بحياتي، وأنا أشكر ربي يوميا على وجود أهلي حواليني وعلى وجودكم أنتم بحياتي. ترى والله العظيم إحنا بنعمة بوجود أشخاص يحبوننا ويساندوننا، غيرنا محروم منها. فاللي أبي منكم كلموهم، حسسوهم بحبكم، وقولوا الحمد لله يا رب على هالنعمة. زيني با زيني با.
هذا أكيد صدمة موت زوجته أثر، هذا أكيد صدمة موت زوجته أثر على أثرت على عقله يا فارس. والله عور قلبي إذا أشرت، والله مسكين كان يحب زوجته وايد، يعني تخيله ورايح مكسر جبل منها يبي ينتقم منه لأنه وقف بينه وبين زوجته، منع أنه يوديها المستشفى، ومنه يبي يساعد الناس، يكسر الخاطر والله. اليوم بلو سلم عليكم، يقول لكم ولهان عليكم وايد. أتذكر قصة داشرات أنا قايلها بالسناب، أتذكر قبل تقريبا شهرين ثلاث قلتها بس بشكل مختصر، بس أنتوا اليوتيوب غير، وشفت عليها ردة فعل قوية، علشان كذي قلت بقولها لكم هني، بحطها باليوتيوب. فإن شاء الله يا رب تكون عجبتكم، عشان نطلع شوي من سفاحين ونقول إن الريايل ترى فيهم خير. ها شوف شلون نكسر الخاطر، ريال رايح مكسر جبل علشان زوجته لأنه يحبها، شوف شلون نحنا نقدر نكسر جبال علشانكم، شوف شلون الريايل قلوبهم بيضة صافية نقية، لكن مو معطينا فرصة، كله تقولون عنا خاينين وما يترس عنا التراب، حفرة احنا مقاول انتي، شنو ما يترس عنا التراب؟ أعطونا فرصة خلنا نبين حبنا. يلا روحوا يلا، أدري بيأكلوني عقب هالفيديو، هم بياخذون هالمقطع يحطونه شوفوا فارس قاعد يقول شربوا ما يفكوني. يلا يلا حبكم والله حبكم. الحمد لله ولهنا وصلنا حق نهاية قصتنا اليوم، أتمنى أني وصلتها لكم بطريقة عجبتكم. إذا كنت أول مرة تشوفني لا تنسى الاشتراك بالقناة، وإذا كنتم من ربي حبايبي القدم لا تنسون اللايك وفعلوا جرس التنبيهات علشان يوصل لكم كل شيء أول بأول. بالنهاية أقول لكم أحبكم وايد وايد وايد، يعطيكم الصحة والعافية. كان معكم أخوكم فارس عاشور، مع السلامة. أعطوني لمة كبيرة أكبر من جبل داشرات، أعطوني لمة يلا.